في إحدى باحات المعالم الباريسية الشهيرة موني دي باري، قدم هايدر إكرمان مصمم أزياء دار بيرلوتي الرجالية مجموعتها الجديدة لربيع صيف 2018 المستوحاة من أعمال المصور الألماني الأمريكي إروين بلومنفيلد الذي اشتهر بإعادة تلوين صوره بعد التقاطها. مجموعة جميلة وسلسة المظهر وقطعها عصرية وأنيقة. مجموعة عصرية طغت عليها الروح الشبابية في التصميم والألوان، إذ اختار المصمم عارضين شبابا لا يتعدى عمر الواحد منهم 20 سنة، ارتدوا تارة سترات قصيرة ومعاطف طويلة تارة أخرى. كما تدرجت ألوان القطع التي تناسب شابا يحب الحركة والترفيه من الأبيض والبيج مرورا بالرمادي والبنفسج الرجالي الذي شوهد من قبل في عروض بيرلوتي خصوصا في السراويل. عرض رائع ومختلف من حيث نوعية العارضين. أحب الألوان التي يستخدمها هايدر في مجموعاته. لم يقتصر الضيوف على مختصي عالم الأزياء، بل حضر العرض مشاهير هوليوود ورياضيون كلاعب كرة السلة دوايان ويد وزوجته الممثلة الأمريكية جابرييل يونيون. أفضل عرض أزياء شاهدته هذا الموسم، القطع مذهلة وحتى الموسيقى المستخدمة في العرض كانت رائعة. أعتقد وبسهولة أنه أفضل عرض شاهدته، وأنا كامرأة مستعدة لابتداء هذه القطع. استطاع هايدر إكرمان من خلال هذا العرض أن يقدم مجموعة حيوية شبابية بلمسة عصرية تلائم شاب العشرينيات بغض النظر عن لون بشرته أو عرقه. ليث بزاري، العربية، باريس.